كوكو لا فامي، سافا سافا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبتكم معايا المحل ديال العطور ماء الذهب. كيما كتشوفوا معايا هذا هو المحل، جا قبالت فيرجين في الدخله ديال مارينا شوبينغ من جهه الباب ديال البور. قبل ما ندخلو كنتمنى من الناس اللي مازال ما داروا ابوني يديروها دابا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ودابا مورا الجينيريك اجي ندخلو. ايه فوالا، هذا هو المحل من الداخل. كل شيء مرتب، كل شيء مقاد، كل شيء زوين، كل شيء مذهب. فهما اسم على مسمى، سميتهم ماء الذهب وكل شيء مذهب. مهم غير نخليكم مع واحد الجولة تشوفوا المحل كيفاش داير ولي برودوي عندهم كيفاش دايرين ورجع لكم. انا رجعت لكم. ماء الذهب هما كيديروا جوج الانواع ديال الروايح، عندهم الروايح العربيه اللي هما العود طبيعة الحال، وعندهم الروائح الفرنسيه اللي هما فخويتي فلوغال اي فخويتي. عندهم جميع احجام، كاينين ديال 75 امال، 100 امال، وكاينين صغر اللي كيديروا فيهم الدهن، اللي الدهن اللي كيكون غلى من البارفان طبيعه الحال. واخا كيكون كميه قليله فهو الريحه ديالو كتبقى كتدوم اكثر من البارفان العادي. عندهم او دو بارفان وعندهم الدهن، كاين عندهم حتى البخور، عندهم بزاف الحوايج صراحه. كاينين لي كوفري، واخا كتبان لكم هاد القرعه صغيره راهما ديال الدهن اللي كميه منه قليله، غير قطره كتخلي الريحه في الانسان. بحال هذه مثلا فيها ربع توله، والكبيره فيها نصف توله. التوله هي 12 امال، يعني نصف توله هي 6 امال،
وربع توله هي 3 ml. عند لي بارفان عند لي بروفيسيونيل ما تيعبروش بالمليليتر بحال كيما كنقولوا حنايا الناس العاديين المليليتر او الامل، ولكن كيعبروا بالتوله. كيما قلت لكم التوله هي 12 امل، بحال هذه اللي فيها نصف توله يعني فيها 6 امل، واللي فيها ربع توله يعني فيها 3 امل. يعني غير نقيطه من هاد الدهن كتخلي الريحه في الجسم تاع الانسان كامل، ما كتحتاج تعاود ولا شي حاجه. كيما قلت لكم فهو الدهن كيدوم اكثر من البارفان العادي. شوفوا معايا هاد الاشكال شحال زوينه، واللومبالاج كيفاش بريزونتي وهذا. المهم انا ما كرهتش انكم تجيو وتشوفوا بعينيكم وتشموا حتى للريحه، فخليكم مع الفيديو.
وهكا وصلنا لنهاية هاد الفيديو مع ماء الذهب ولي بارفان والروائح الزوينين. المهم كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو فتكم ولو شويه، واخا ما قلتش الاسمنه كاملين فكاينين بزاف الانواع ديال الروائح، ما كانش نقدر نقول الاسمنه ديال كل شيء. فانا كنتمنى انكم تجيو وتشوفوا المحل وتشوفوا الاسمنه وتشموا حتى الريحه. فانا غنخلي لكم لي كوردوني ديال المحل في صندوق الوصف. ودابا كنتمنى ملي اول مره يزور القناه ديالي ومازال ما دار ابوني ديرها دابا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم تشاو تشاو لا فامي.